كونك أيرلنديا يعتبر جريمة. إلا عندما ركبت السفينة المتجهة إلى كندا. هيا! هيا! هيا يا أيرلنديين! لن نتحمل الأمر! لن نتحمل الأمر هناك! إن المسافة طويلة جدا! نسيت! إياك أن تتكلمي في السياسة إلا في هذه الغرفة. أنا لا أفهم في السياسة، فلن أذكرها على أي حال. حسن. دكتور جوردن، دكتور جوردن، هل أنت متعب؟ لا، أنا بخير.